أحيت في العاصمتين اليمنية صنعاء واللبنانية بيروت الذكرى 15 لرحيل فقيد الوطن اللواء الركن محمد عبد الله صالح. تضمنت الفعاليتان الحديث عن مناقب الفقيد القيادية والإنسانية ومواقفه الوطنية الكبيرة منذ قيام ثورة 26 من سبتمبر المجيدة وحتى وفاته. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب اسم لعلم استدل به على واحد من أشهر المعالم الإنسانية بين قوسين مصنع الرجال القائد الراحل محمد عبد الله صالح. كيف لا نتذكر رحيلك وقد تركت بعدك فراغا كشف كيف كنت تملأ مركزك، ولا عزاء لأهلك فيك لأنك فينا حي ما مت بعد. فمن ترك رجالا خلد ذكرا، هذا هو حال كل من عرفك أو تزود منك علما. من أجل هذا أحيا رفقاء وأبناء الفقيد الراحل ذكرى وفاته 15 في العاصمة صنعاء الذين تحدثوا عن مناقب الفقيد القيادية والإنسانية ومواقفه الوطنية الكبيرة منذ قيام الثورة اليمنية المجيدة 26 من سبتمبر عام 1962 وحتى وفاته رحمه الله. من أولئك العظماء القائد الإنسان المرحوم اللواء الركن محمد عبد الله صالح رحمه الله، نقول في مرثاه: عشت بالمجهود تبني للوطن طول الحياة، بل غرست الحب للأوطان لمن كسبوا لقاك. كنت مقداما إذا ما حل سوءا أو تراه للوطن برا وفيا، ذاك غاية في رضاك. رحمة الله عليك دمت ذكرا في الشفاه، جاعلا الوطن أولا وأمن المواطن هو غايته التي يسعى إليها، الأمر الذي جعل منه قائدا فذا ونادرا تفتقر اليمن إلى أمثاله خصوصا في مثل هذه الظروف. فيما تزامن أحياء الذكرى 15 للفقيد الراحل مؤسس قوات الأمن المركزية في العاصمة اللبنانية بيروت، تخلل برنامج الذكرى استقبال المشاركين وزيارة معرض صور جسد محطات من حياة الفقيد الراحل، وتم استعراض فيديو باسم صانع الرجال هو عبارة عن شهادة تاريخية لزملاء الفقيد الراحل مستعرضين فيه محطات من قياداته الفذة وتعامله الإنساني طيلة معاصرتهم له. من جانبه تحدث العميد يحيى محمد عبد الله صالح عن حياة الفقيد والظروف التي مر بها خلال حياته ومسيرة العملية ونضاله من أجل الدفاع عن الثورة الجمهورية والذود عن أمن واستقرار الوطن.